السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غنديروا واحد التحدي. هو شنو هو؟ هو غنصايبوا بيتزا ديال الحمص وطاكوس ديال الحمص. هذا الشيء غادي نحتاجوا صلصه، غنحتاجوا فرماج حمر، وغنحتاجوا نجم الجماهير الحمص. الى كليتي كتولي كبير. شنو غنحتاجو؟ غنصايبو في المقلة. غتشوفو البيتزا كيفاش نصايبوها في المقلة. شنو خصني ندير دابا؟ غتمشيو معايا التحضيرات ديال الطاكوس وديال البيتزا ديال الحمص. يلا تبعوني باش تشوفو كيفاش الطريقة. المقادير ديال البيتزا والحمص: الزيتون الاصفر والكحل والهريسة، صوص طوماط، البط، الحمص، وصوص لصوص بيشاميل. غنديرو دابا الأول نديرو شناهو؟ الأول نديرو هريسة. هريسة هي الأولى. شد الهريسة وكتان بحالك، هريسة بحالك. شنو تدير تاني؟ تشد لاصوص بيشاميل، تديها لاصوص بيشاميل، فهمتي؟ تولي بحال هكا لاصوص بيشاميل، فهمتي؟ تشد لاصوص بيشاميل، صافي تقاد بحال هكا. تشد الحمص، هذا هو الحمص، الحمص بحال هكا. زيد الحمص باش هديه. دابا فرماج حمر، ما عرفتش علاش الفرماج ابيض ومسمينو حمر، فهمتي؟ دابا فرماج حمر ياك. كتشد زيتونه كتحطها هنا، وزيتونه كتحطها هنا، كتولي بحال هكا. بيزي صافي. تشد هاتشاني. شنو تدير؟ تشد نفس الطريقة، تشد ليها زاد. دير الهريسة، كتشد لاصوص بيشاميل دلها بحال هكا، تشد الحمص ياك، كتشد فرماج حمر، خصك تكتر، دير شوية. كتشد زيتونة كحلة وزيتونة صفراء، كتحط هاد هنا وحط هنا، كتولي بحال هاك. شو بيتزا كي دايرة؟ والله إلا بيتزا مش عارف. دابا الطريقة ديال البوتشي: كتشد تحلو، دير الهريسة هي الأولى، ماشي هريسة، هريسة باش تهرس، هريسة سموها. شد لاصوص بيشاميل كتعمر، فهمتي؟ كتخشي، فهمتي؟ تشد الحمص، تشد الحمص، تشد المايونيز، لا كيتشوب، كدير، تشد هنا،
هنا هنا حطينا الفرمي الحمر واش حاجه هكا نمشي ونحط هاد الشيء سخون شوية. يلا نديكم حدا البوطا اخويا. هاي البيتزا دابا تسخن باش سميتو باش سميتو باش باش الفرماج يدوب باش الفرماج يدوب خاص الفرماج يدوب في المقلاية المقلاة شو يا اخوان دابا غادي نغطيها بحال هكا بحال بحال كطيب في الفران شو بحال كطيب في الفران دابا هذا هادشي صايبنا الخوت البيتزا ديال الحمص تاكوز ديال الحمص باش غنبداو نحسب 1 2 3 4 5 6 8 9 10 بغيت ندير هادي الاولى صافي ديجا جات فيها 10 تقو هنا شوفوا الحمص شو بسم الله بسم الله الاول واخره نسيتها تشوف 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 لا وحق الرب يسواه وحق الرب ما هو زبنين والله زبنين ما كانش كوس راسي انا والله كون ما كانش بنين نقولكم ما بنيش بعد بالحمص فيه لاصوص بيشاميل وفيه الحمص وفيه فرماج حمر وفيه كيتشوب الحمص مزيان كبر كاي دابا ندوق البيتزا بيتزا شو بسم الله ناري 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 هادشي راه واعر هادشي هاد الاقتراحات تولي واعرين بزاف بزاف بس بزاف انا هادشي هاد الشخص سميتو نوثقو هاد البيتزا كاينة في الهند نقولكم هذا ما كايناش كاينة في الهند هاد الهند عندهم الثقافة الغذائية كبيرة بزاف الهنود كيديرو كيسدو سباكيتي كيخشوها في الخبز والله ما كاين
عرفت بدا تضرب بيتزا ديال الحمص ركابي كيوليوه لا 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 جربها 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 وشوف كاين واحد المهنة في لوطيلات شنو هو الخدمة ديالو هو يذوق الماكلة هو يذوق الماكلة الخدمة ديالو يذوق الماكلة ولكن انا بغيت نعرف علاش هداك اللي يكون عندو كيذوق الماكلة كيجيبوه من برا علاش ميجيبوش شي واحد مغربي بحال باش شي لوطيل كتلقاه كيجيبو داك اللي كيذوق كيجيبوه من برا من برا من اوروبا اش من مغربي علاش المغربي ما غيدوقش غتعطيه غياكل فهمت يلا لعجبكم التحدي ديروا لي جيم كومونتير وكتبوا لي التحديات ديالكم ها هو النداء قلتوا لي دير بيتزا حنا درناها يلا يلا لايك جيم كومونتير هاد التحدي بغيت يوصل 2000 لايك 2000 لايك و peace and love وتحياتي ليكم يلا بسلامه.